انا دلوقتي لما سبت الاسلام ما سبتش الاسلام عشان خاطر انا بحب اسيب الاسلام، بالعكس انا كنت بحب الاسلام حب محدش من اللي يعرفني يقدر يزايد عليا فيه. يعني كنت امشي في الشارع كده اخر ساجدا لله قدام البشر كلهم عشان اقول له يا رب انا مش مكسوف ان انا اسجد قدامك قدام الناس كلها، واغبر راسي كده على الرصيف عشان تعرف ان انا ذليل ليك لوحدك، بس ارشدني والهمني. فانا مش واحد بدور على، لا بالعكس انا كنت وافي جدا وما سبتش الاسلام ده الا لما بذلت اقصى محاولاتي، استغاثه بالله وطواف وحج، يعني رحله طويله مع الشك والاستغاثه بالله عشان ما اوصلش للشك ده، عشان ما اوصلش للالحاد. لكن انا سبت الاسلام بسبب ان فعلا المنظومه الاخلاقيه الاسلاميه فاسده مدمره. ان انا اقول ان اصنف الناس لكفار ومؤمنين، انا طول عمري بحارب فكره ان انا احب المشركين وفي نفس الوقت انا نفسي بتنزع الى حب الناس كلها واحترامها، لان انا حاسس الناس دي كلها مش انا مش احسن منهم، انا مش احسن من الفلاح الهندي ولا الفلاح الصيني ولا الفلاح الغلابه، الناس اللي هي بتراعي نفسها وبتراعي اهاليها، لكن دول عشان كفار هيدخلوا النار. برضو المسلمه خطيره، ان انا مسلمه تقسي القلب، ان انا اعتقد ان في ناس هتدخل النار مسلمه تخلي الانسان عدواني فعلا، لان انت لما هتعتقد ان ربنا هيحرق الناس في النار مش مشكله بعد كده بقى لما تحرقه انت، لانه كده كده هيتحرق للابد. يعني داعش لما حرقت الاسير الاردني اتهزينا كلنا، طب ما هو انت بتعتقد ان هو بعد ما يموت هيفضل يتحرق للابد، ما دي مشكله، ما دي مسلمه بتقسي قلوب البشر على بعضها. الكفر التكفير زي ما الاخ كفرني كل ما يقدرش يكفر داعش، داعش بالنسبه له هتدخل الجنه، انا بالنسبه لي هدخل النار، مع ان انا عمري ايدي ما تدخل بدم بريء ولا عمري عذبت حد. لكن هو دي بقى المنظومه الاخلاقيه الفاسده بتاعت الاديان عموما. يعني مثلا الاديان بتعلمنا حاجات في حق المراه في منتهى التخلف. يعني مثلا قصه لوط، وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قومي هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله وتخذوا في الضيف. الايه بتحكي قصه لوط، قوم لوط لما جم يعتدوا على الضيف قال لهم هؤلاء بناتي، وكان البنات دي ما لهمش اراده، وكان البنات ديت ضيوفه اهم منهم لان هم